ولدقة الحديث عن الغوطة الشرقية ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار والمحلل السياسي غزوان قرنفل. سيد غزوان، مرحبا بكم. يعني مرحبا طيران بك. النظام السوري وأيضا الحليف الروسي لم يتوقفا عن قصف الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية رغم مرور 8 أيام من قرار مجلس الأمن بفرض هدنة في تلك المدينة. على ضوء ذلك، كيف ترى تعاطي المجتمع الدولي مع هذه الأزمة تحديدا سيد قرنفل؟ واضح أن المجتمع الدولي يتعامل بلا مبالاة مع ما يحصل في سوريا منذ 7 سنوات إلى الآن، وبالتالي ليس هناك جديد يعني يلزمه على أن يبدل توجهه ويتخذ موقف أكثر صرامة مما يحصل الآن في سوريا من مذبحة على أهلنا في الغوطة الشرقية. يعني بكل أسف هذا القرار الأخير اللي هو قرار 2401 هو ضمن سلسلة طويلة من القرارات صدرت خلال سنوات الصراع في سوريا ولم يحترم أي قرار منها، لم يتم إلزام الأطراف وخاصة النظام السوري تحديدا لأنه هو الطرف الذي يعني لم يكترث دائما بأي قرار، لم يتم إلزامه بتنفيذ أي من مندرجات هذه القرارات. القرار 2254 مثلا في الفقرة 12 والفقرة 13 بيحكي عن إلزام النظام بإدخال مساعدات غذائية وبعدم استهداف المدنيين. هل التزم النظام بهذا الكلام؟ القرار 2139 بيحكي عن وجوب إدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى المناطق المحاصرة ومن ضمنها بطبيعة الحال الغوطة الشرقية. هل حصل أن أدخل مساعدات منذ 5 سنوات إلى تلك المناطق؟ ما المترتبات القانونية التي فرضها المجتمع الدولي على النظام السوري؟ يعني لم يفرض شيء لأنه لا ليس هناك جدية أو موقف حقيقي تجاه أنه يجب مساءلة هذا النظام بل يجب إسقاطه. هذا النظام يكتسب حماية من المساءلة والمحاسبة. لو كان لديه أدنى شعور أنه سيساءل وسيحاسب عما يرتكبه من جرائم وعن استخدامه للكيماوي لما أقدم على هذه الجرائم المستمرة. طيب سيد غزوان، القوات الروسية يعني قالت إنها مستعدة أن تضمن خروج المسلحين مع عوائلهم من الغوطة الشرقية. هناك من ذهب إلى أن سبب هذا التصريح من قبل القوات الروسية واستعدادها هي خطة مدبرة لأجل التغيير الديموغرافي في الغوطة الشرقية. ما مدى دقة هذا التخريج سيد غزوان؟ تماما يعني ما يسعى له النظام وروسيا أيضا هو أولا عدم إبقاء أي بؤرة يعني فيها مقاتلين من المعارضة للنظام السوري في الأخص في المناطق المحيطة بدمشق. هذا في المقام الأول، يعني من غير المسموح بنظر روسيا وبنظر النظام السوري وإيران بقاء وجود قوى مسلحة مناهضة للنظام في المناطق المحيطة بدمشق. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هاي العملية بالضرورة ستؤدي فيما لو حصل اتفاق يشبه الهدنة التي تم عقدها سابقا هي إلى إخراج المقاتلين وعوائلهم. نعم. المشكلة ليست في العوائل فقط، المشكلة أن المجتمع بالكامل سيخرج من المنطقة لأنه لا أحد يأمن لهذا النظام. الشعب يفر من الحكومة التي تفرض نفسها عليه بقوة السلاح، وروسيا تساعد هذا النظام في محاولة لإعادة. نعم سيد غزوان. وتجميل وجهه القبيح. عبر سكايب من اسطنبول رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار والمحلل السياسي غزوان قرنفل، شكرا جزيلا لكم.